كنت أتحدث قبل الفاصل مع الدكتور عبد الله النجار عن عدد من الشباب اللي للأسف الشديد تركوا هذا الوطن ودخلوا في قوقعة هذه الجماعة اللي معيشاهم في حالة من المظلومية الشديدة، حالة من المؤامرة. الجميع يتآمر عليهم، الأزهر يتآمر عليهم، الإعلام يتآمر عليهم، الدولة ومؤسساتها الأمنية تتآمر عليهم، هم يشعرون أنهم في مأساة حقيقية ومظلومية حقيقية. الحقيقة هم ضحايا، هم الضحية، هم الوقود لأصحاب الفكرة الذين جردوهم من عقولهم ونشروا فيهم هذه الأفكار الجاهلة والتي لا تمت إلى الدين بصلة. يعني أنا أنبه هؤلاء الشباب، إذا كانوا يظنون أنهم ينتصرون للدين أو يريدون نشر مبادئ الإسلام، هم لا يريدون نشر مبادئ الإسلام ولا ينتصرون للدين، وإنما القصة في النهاية بتستهدف المكاسب المادية التي يمكن أن تحصل من وجودهم في الحكم. العمل الديني أو الانتصار للدين لا يلزم منه أن يكون بسلطان أو أنه يكون محمد مرسي هو رئيس الدولة. الإنسان يستطيع أن ينصر الدين بسلوكه، والإسلام انتشر في كل أنحاء العالم بالقدوة الطيبة، بالكلمة الصادقة، بالأمانة في المعاملة. الإسلام لم ينتشر بسيف ولم ينتشر بتلك الحروب التي يدبرونها. كيف انتشر الإسلام في شرق العالم وفي غربه؟ كيف وصل إلى اليابان وكيف وصل إلى أندونيسيا وكيف وصل إلى ماليزيا وغيرها من البلاد التي يصل الإنسان إليها في يوم وليلة بالطائرة؟ كيف وصل الإسلام إلى هنا؟ هل انتشر بالسيف أو بالقوة أو بالعنف؟ الإسلام لم يصل هناك إلا بالأمانة وبالكلمة الطيبة وبالقدوة الحسنة. هل فيما يحدثونه الآن من الكذب ومن القتل ومن التضليل ومن ذلك التخريب الذي يفعلونه ويمارسونه كل يوم، هل سينتشر الإسلام بهذا؟ وهل سيعتقد الناس فيهم خيرا وهم يصنعون تلك الجرائم المنكرة التي تنم عن سوء حتى التلفظ بالألفاظ والتطاول على الأعراض وسباب الأساتذة وسباب الشيوخ والتشكيك في ذمم الناس وابتزال الأعراض؟ هم لا يعتدون على الأعراض، وإنما صارت الأعراض عندهم شيئا عاديا. بص يا دكتور، لا يشغلنا كثيرا المأجورين اللي بياخدوا فلوس عشان يقوموا بهذه الأعمال التخريبية، لكن الحقيقة بيقلق هذا المجتمع الشريحة من الشباب اللي قاعدين يشحنوه بصور رابعة والناس اللي ماتوا فيها، بيفهموهم ان بيتم اعتقالاتهم وان الحرائر والنساء والشباب والفتيات يتم اعتقالهم. يعني هم دائما يحاولون شحنه بان هناك مؤامره، واشوف المشاهد الناس بتموت ازاي، شوف بيتم سحل النساء ازاي، ده بيعملوا كمان بيانات يقولوا تعذبت السيده في سجن. يعني هذه هي البيانات التي يتم هذا ليس واقعا، ولكن هكذا يشحنون عقل هؤلاء الشباب. ونحن في النهاية مع من يتخاطب معهم؟ لا الأزهر عايزين يسمعوا الأزهر، ولا عايزين يسمعوا الإعلام طبعا، أنهم بيعتبروا أن هذا الإعلام إعلام انقلابي وتآمري على حد وصفهم. دول هنوصلهم إزاي وهم في نفس الوقت يغيبون عقلهم، لا يفكرون؟ فيه جريمة ارتكبت ضد هؤلاء الشباب، هم ضحايا. يعني الشباب الذين يخرجون بالمظاهرات بالإشارة ويعودون بالإشارة، هؤلاء هم ضحايا. لقد حولهم المجرمون الكبار إلى وقود لتلك المعارك دون ذنب قد جنوه. ليه؟ لأن هم بعد عشان يقولوا لهم إن يشككوهم في كل شيء، أنت عشان تنفردي بالإنسان وتوجهيه زي ما أنت عايزة وتنيميه تنويم مغناطيسي بحيث إنه تقولوا له يمين يمين شمال شمال، لابد أن تشككيه في كل من حوله. هم لم يشككوا في الأزهر فقط، بل شككوا في الآباء والأمهات. الأولاد يخرجون إليهم منذ الصغر يكذبون على أهلهم، يقولون إننا نذهب إلى المسجد وهم يذهبون إلى التآمر وإلى تلقي الدروس التي تعلمهم كره المجتمع والخروج عليه واحتقار الآباء وتكفيرهم وإلى آخره. هم يقوضون نظام الأسرة ويقوضون نظام المجتمع وينزعون فكرة الولاء للأسرة والولاء لله والولاء، لأن الولاء لله بيترتب عليه الولاء للأسرة والوفاء والبر للأب وللأم، ثم لأصحاب الفضل على الإنسان، ثم لأصحاب الفضل على الإنسان وهو الأساتذة، ثم المجتمع والوطن الذي يعيش فيه. بتتدرج درجات الانتماء والولاء بحسب النعم التي يسوقها الله للإنسان من خلال الشيء الذي ينتمي إليه. يعني يتم حرق أماكن معينة وممتلكات معينة بهذا العقل. نعم. يتم حرقها، يتم التكفير طول الوقت في أي حد ينصحك أو يقول لك نصيحة تقول لا 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 ده أنت كافر. ولما يجي واحد شيخ داعية وعامل، كان الراجل اللي واقف اللي بيقول لهم ان الرسول قال له يسلم محمد مرسي، لما يقف يقول لهم هذا الكلام معناه ايه؟ معناه انه الرسول لا يعنيه، وانما يعنيه ان تكون صورة هذا الشخص. ورغم هذا الكلام الناس يرون الفشل
والجهل والضلال في السياسة التي تدار واضحة أمامهم. يعني ومع ذلك تبص تلاقي هؤلاء الشباب يعني يتبعون هؤلاء الذين يضلونهم بغير علم ويسيرون وراءهم وينفذون يعني أوامرهم دون بالسمع والطاعة كما دكتور عبد الله كان معايا من فترة. الدكتور ناجح إبراهيم وهو ابن الحركة الإسلامية طبعا هو وصل الآن إلى مرحلة من الوعي الحقيقة آراءه مستنيرة للغاية، لكن سألته هل آراء حضرتك دي هي نفسها آراءك لما كنت شاب بتنتمي إلى الحركة الإسلامية؟ بالطبع لم تكن هي. هل معنى ذلك أن هؤلاء الشباب يحتاج إلى فترة زمنية معينة للقيام بهذه المراجعات، أنه في يوم أتى هذا اليوم قريبا أم بعيدا سيأتي ليراجع نفسه وأننا علينا أن نراهن على الوقت؟ لا، أنا شوفي، هو طبعا الإنسان هي الهداية من الله عز وجل ونعم بالله، وهؤلاء الشباب في انحراف وفي عمن، يعني أنا أتوقع أنهم بعد فترة سيعودون إلى رشدهم، لأن الله عز وجل قد يكون هذا الذي يمارسونه نوعا من الامتحان من الله عز وجل، وهم سيحاسبون عليه. سيحاسب الله كل واحد منه على هذا الإجرام الذي أجرمه في حق نفسه حين ألغى عقله الذي خلقه الله له وجعل نفسه أداة أو شيئا في يد من يقتلون، هو أصبح كالآلة في يد القاتل كما قال الفقهاء، وبالتالي هو سيحاسب على هذا الأمر. وأنا أدعوهم أن يتوبوا إلى الله. والشماتة يا دكتور عبد الله، يعني نعم، إن نجد على وسائل التواصل والصفحات الخاصة بهم شماتة في الاقتصاد المصري وفي اللي حصل في تفجير أتوبيس طابة، يعني وصل الأمر إلى حتى يعني هما كانوا بيقولوا إن هما بيشاركوش في هذه الأعمال وما لهمش علاقة بيه، وصل الأمر إلى حد الشماتة. يعني إذا كانت الأمر أمر شماتة فالشماتة فيهم أكبر، لأنهم كانوا في الحكم وكانت كل النعم بين أيديهم، وانطبق عليهم قول الله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. والله ما حدث هو قضاء الله عز وجل وقدره، والذين يجادلون في ذلك إنما يجادلون في قدر الله عز وجل. لم يحدث في التاريخ أن جماعة وصلت إلى الحكم بهذه السرعة وبهذه السهولة وبهذا اليسر ثم تنزع منه انتزاعا في هذه الفترة القصيرة. وأنا أتصور، وكثيرا ما قلت هذا الكلام، إن الله عز وجل قد صبر على حسني مبارك 30 سنة رغم أنه كان ظالم ولم يكن عادلا في حكمه، ولم يصبر على هؤلاء الذين زيفوا الدين للناس وصولا إلى الحكم لمدة عام، لم يصبر عليهم أكثر من عام، لأن تزييف الدين وتغييره من أجل السياسة ومن أجل الكرسي أخطر على دين الله من الظلم الذي يمكن أن يمارسه. عشان كده عقاب ربنا جه سريع. فصارت السنة هذه بمثابة 30 سنة من عمر حسني مبارك، وما حدث هو قدر الله عز وجل. وأنا أرى أتصور أنهم حين يعني ينفرون من هذا من واقع الحياة الذي صارت إليه مصر ومما حدث فيها من ثورة 30 يونيو ومن التطورات التي حدثت ومنها الاستمرار في خارطة الطريق، أنا أعتبر أن رفض ذلك والخروج عليه تمردا على قضاء الله عز وجل وعلى قدر الله الذي أسقط هذا النظام. النظام سقط من غير قوة، سقط من تلقاء ذاته، أسقطه الله عز وجل بذاته أو بفعله، بفعل هذا النظام، وبالتالي لم تتقدم قوة، ما رحوش يعني قوة حرب أو قوة سيف أو قوة سلاح، وإنما سقط الأمر من نفسه نام الناس واستيقظوا فوجدوا هذا الرجل غير موجود. طيب، وبالتالي الأمر أمر قدر، وما يجري في الحياة إنما هو بقدر الله عز وجل، وكان من الواجب أن يتقبل الناس هذا القدر بالتسليم وبالرضا، لأن التسليم، لأن بعض الأمور بيبقى قدر الله عز وجل بيأتي حين يعجز الناس عن تصحيح أمر لا يقدرون عليه، لما بتختل موازين العدل ويبقى الكذب هو السائد وتضييع الدين هو الأساس والباطل يبقى هو الذي ينتشر، لما نرى أن مصر الحاكم الذي يجب عليه أن يحمي مصر بيفرط في أرضها من ذات اليمين ويقطع منها قطعة ذات الشمال ويعطي للجنوب قطعة وللشمال قطعة وكأنه يتصرف في مال أبيه. الأرض بتاعة الأوطان دي هي حق الله عز وجل، وبالتالي لما بيحدث خلل لا يقدر الناس على تغييره بيتدخل الله عز وجل بقدره الذي يعجز كل قوة في الأرض لينفذ الحق الذي يريده في خلقه أو في عباده، وقدر الله نافذ على عباده، ونحن نؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره، حتى إذا ما داهم القدر الناس في أمر لا يرضون عنه يجب أن يكون هناك رضا
ولا يكون التمرد على رضا الله عز على قضاء الله عز وجل بمثل هذا الأسلوب، إن أنا أقتل أو إن أنا أتمرد أو إن أنا أحرق البلد أو أحرق السفينة بما فيها من أجل أن أحقق المطلوب أو أحقق ما في رأسي. هل تعتقد أن الحوار مع هؤلاء الشباب أو القطاعات دي أو الفئات دي ممكن يكون مفيد في هذا التوقيت اللي النفوس فيه ملتهبة ومشتحنة مشحونة وكل واحد لديه تصوراته ومعتقداته، ولا نراهن على فترة للتهدئة يمكن أن يتم بعدها الحوار؟ هو المشكلة في حاجة، ما هو إحنا بنقول التفاوض، تتفاوضي مع صاحب عقل، مع إنسان بيتكلم وبيفاوض وبيفكر. المشكلة أنك لا تتفاوضين مع صاحب عقل، وإنما إنسان تلقى الأوامر من أعلى، والأوامر على فكرة لا يلزم أن تكون ذاتية ممن يصدر الأمر، لأن احنا عارفين أن الفوضى التي يراد نشرها في العالم العربي والتي عصم الله منها مصر، هذه الفوضى لم تكن قرارا إسلاميا ولم تكن بأمر القيادة بتاعت التنظيمات الإسلامية أو غيرها، وإنما كانت قرارا سياديا عالميا. جات السيدة بتاعت أمريكا وزيرة الخارجية التي أعلنت في يوم من الأيام أنها تريد أن تخلق حالة الفوضى الخلاقة أو زي كما أسمتها. وأنا حزين جدا جدا أن يكون القادة المسلمون هم وقود هذا الصنيع، صنيع السياسة التي رسمتها وزيرة الخارجية الأمريكية منذ سنوات، وقالت إنها الفوضى الخلاقة، إنها تريد أن تنشر الفوضى الخلاقة. هذا العمل الإسلامي، القيادات الإسلامية تكون أداة لنشر هذه الفوضى الخلاقة والقب القتل وعدم الرضا عن أي نظام وعدم الرضا عن أي دستور وعدم الرضا عن أي حكومة، يعني التشكيك في كل شيء. حتى في المناسبة اللي حضرتك اتكلمت عليها وهي مناسبة الماتش الرياضي اللي لعبوه مبارح، يتدخل الشباب ويحولوا هذا الأمر إلى مجزرة، يعني أي عقل هذا وأي بشر هؤلاء؟ يعني المسألة يعني يحزنني أن يكون كل هذه السياسات بترسم لتكون تفعيلا لسياسة مرسومة لمن ينفذون هذه السياسة ويتحركون في إطار هذا الأمر، إطار تخريبي ينافي عمل الإسلام وينافي مبادئ الإسلام وينافي قيم الإسلام وينافي العقل وينافي المنطق. من أجل إيه؟ من أجل من يريدون لهذا العالم أن ينقسم، طيب ومن يريدون لمصر أن تنقلب على نفسها كما حدث، طيب في سوريا وكما حدث مسألة في العراق. الشباب للأسف الشديد بيتم استغلالهم بشكل، يعني حتى منهم طبعا قطاعات من طلاب الجامعات بشكل واسع جدا، وكانوا بيحضروا لده لولا تأجيل الدراسة، وربما يكون دي يعني نقطة تم حسابها في حسابات الخاصة بتأجيل الدراسة. هدخل ليه قضايا المجتمع. هذا المجتمع به قطاعات يا دكتور عبد الله تئن لسنوات طويلة جدا من غياب العدالة الاجتماعية، وحاجة شفت على مدى الفترة الماضية بدأت تعود مرة أخرى ما يسمى بالمطالب الفئوية. بدأت تشوف عمال غزل المحلة، دول عمال يعني عانوا لسنوات طويلة دون أن يحصلوا على حقوقهم، وللأسف الشديد دائبت حكومات ما بعد ثورة 25 يناير وحتى الآن لا تستجيب إلا للأسف الشديد بالضغط وبالإضراب، هكذا كانت الرسالة دائما. لكن في ناس بتناشد هؤلاء العمال، وأيضا مش بس العمال، الأطباء أيضا، اصبروا لأن البلد في وضع صعب للغاية. أنت تدعو إنسان يئنه ألما من غياب العدالة الاجتماعية وشعوره بالظلم اجتماعي كبير وصعوبات، ولا يجد نقود يصرف على أبنائه ولا يأكلهم ولا يشربهم، وفي نفس الوقت بلده في هذا النزيف. أنا كنت بقول النهاردة الاقتصاد ده لو شخص هتلاقوه بينزف. نعم. معضلة دي الإنسان روحانيا يتعامل معها إزاي؟ هو الإحساس بالظلم مر. صحيح. يعني الظلم له مرارة كالعلقم، ويعني لكن يجب أن نقول إن برضو يعني دفع الظلم لا يكون مرة واحدة، وإنما يجب أن يكون هناك مراعاة لمقتضى الواقع، لأن إذا أردت أن تطاح فأمر بما يستطاع. وليس من المروءة إن أنا أستغل ظرف بتمر به البلد والأعداء يتربصون فيه بها من الداخل ومن الخارج، ثم آتي وأكون أنا أداة للانقضاض على هذا البلد وهو يحاول أن يتعافى وأن يصلح اقتصاده وأن يصلح سياسته. يعني ليس من المروءة إن أنا أستغل ظروف أو ضعف حالة معينة ثم أنقض عليها وأطالب بحقي وأجعل من بلدي أجعل من نفسي كالدائن الذي يداهم غريمه وهو في يلملم ما يسدد به ديونه. يعني هذه ليست من المروءة. أنا أقول هم أصحاب حقوق وهم
يعني أصحاب مظالم تحترم ويجب أن تعود إليهم مظالمه وأن يأخذوا حقوقهم. حتة المساواة والعدالة الاجتماعية دي هي الأساس في الإسلام وهي الأساس الذي يجب أن يسود. وأنا بس أنا أدعو هؤلاء أن يتركوا فرصة حتى يتعافى الاقتصاد، لأن أنا هجيب فلوس منين؟ يعني أنا ملاحظ أن مثلا المرتبات وبعض الحوافز أو بعض الزيادات التي كانت تأتي على المرتب لتصلح المعيشة أصبح ورودها الآن غير منتظم بالطريقة التي كانت عليها من قبل. وأنا يعني يجب أن نصبر، لأن المفروض أن إذا كانت البلد بتمر بهذه الظروف وبتحاول أنها تصلح، وإحنا بصدد إصلاح سياسي، والإصلاح السياسي لابد أن يعقبه إصلاح اجتماعي، فيجب أن يعني نعطي دكتور للإصلاح أنا عايزة فرصة. عايزة أتكلم بشكل عملي شوية، وأنا مرة يعني كلمت أنا الدكتور حسام عيسى وهو نائب رئيس وزراء العدالة الاجتماعية، يعني هو الحقيقة كان متعاطف إنسانيا مع هذه المسألة. أنا دلوقتي قاعدة أقول للناس اصبروا، بس يعني ما هو أنا يعني في ناس، في بنت طلعت مرة قالت في تقرير أصلا أنا مش عليا الدور في العشاء النهاردة، يعني ونحن أمام أوضاع إنسانية صعبة للغاية، زي ما حضرتك قلت الإحساس بالظلم مر مر. نعم، يعني أعظم أخطر إحساس يدمر الإنسان هو إحساسه بالظلم. الظلم له مرارة شديدة، وعلى فكرة المظلوم بيبقى حقه مش حق إنسان، ده بيتحول إلى حق من حقوق الله عز وجل. يجب على المجتمع كله أن يتعاطف من أجل دفع الظلم دايما الإنسان المظلوم، لأن الله عز وجل حين توعد الظالمين قال وعزتي وجلالي لأنتقمن من الظالم ولو بعد حين. هذا الوعيد الإلهي ليس ثأرا لحق فرد، لأن حق الفرد أقل من هذا المستوى، وإنما هو حق من حقوق الله عز وجل. حق من حقوق الله يعني إيه؟ يعني يجب على المجتمع أن يتضافر بجميع أفراده وجميع طوائفه وجميع إمكانياته لرفع الظلم عن المجتمع. أنا ملاحظة أن حاجة تقول المجتمع وليس نعم الدولة. المجتمع نعم المجتمع المجتمع ككل. المجتمع ككل، من الذي يمثل المجتمع؟ ما هم الأولياء في كل مكان، يعني إذا كان الظلم لا أنا فهمت أن حضرتك بتتكلم علينا كلنا كمجتمع. نعم. يعني أنا لما أكون عايشة في منطقة عايشة في مكان وفي محيط هذا المكان عدد من الفقراء أو المحتاجين، لابد من مبدأ التكافل الاجتماعي، يعني أن أنا أشارك كمواطنة لرفع الضرر عن هؤلاء، لأني شايفة أن الدولة يعني أنا أسفة بعافية، يعني الدولة عندها مشاكل. التكافل الاجتماعي دوره في المرتبة الثانية. التكافل الاجتماعي ما بيجيش أول دور، إنما الذي يأتي في أول دور أن يكون الإنسان صاحب حق في العمل، وأن يكون عائده من العمل عائد يوفر له الكرامة الإنسانية في المعيشة وفي المسكن وفي المأكل وفي المشرب. هذا حق الله، وهذا ما تقرره قوانين العمل في كل أنحاء العالم. وبالتالي يجب أن نقرر هذا إلى أمر إن إحنا نتيح أولا عدالة في تولي الوظائف، وإن ما تكونش الوظيفة كما نسمع وكما نرى في كثير من الأحيان بالواسطة أو بالمعرفة أو بالقرابة أو بالنقود التي تدفع في بعض المناحي الاقتصاد او بعض الجهات. ده بيخلق حاله من يعني الحزن الشديد داخل نفوس الشباب دول، وبيخلوهم بصراحه نعم. فريسه سهله جدا نعم. يعني يقولك البلد دي عملت لي ايه، ده فلان صح. عشان هو ابن فلان اتعين في هذا المنصب. لا، الشاب لما بيبقى بيحس بالهوان وبيحس انه هو غير قادر على تحقيق طموحه برضو بيديله نوع من الإحساس بالظلم. وأنا أذكر أن أحد الشباب حين عجز عن التعيين في وزارة الخارجية في سنة من السنوات أحرق نفسه. صحيح هذا ضعف لا يصح أن يقتدى به، وإنما يعني هو مظهر يشير إلى أن الظلم الاجتماعي يجب أن يمحى من حياة الناس. طيب هدخل للأسف وقتنا العدالة الاجتماعية نعم بس إحنا وقتنا خلص، لكن عندي سؤال يتعلق بفكرة الحاكم. نعم. لكن نحن لسنوات طويلة كان في مصر الحقيقة في نوع دايما من تأليه الحاكم اللي الناس خايفة منه خلال الفترة القادمة، مع بروز شخصية زي المشير عبد الفتاح السيسي وهو رجل يحظى بقبول، ويعني الناس البسطاء كده بيحسوا انه هو قريب منهم ومرتاحين له لان في سمات البساطة. نعم. لكن في ناس بتقول خلي بالكو مش لازم نتعامل مع حد على انه اله او نصف اله. نعم. كان هناك بعض الاراء، مش هعتبرها الفتاوى، لكن بعض الآراء اللي أثارت حالة من الجدل شديد جدا من بعض رجال الدين، شبهه بأنبياء، شبهه في معاناته هو وزير الداخلية، يعني أنا لا أريد أن أذكر أسماء، لكن هذه الحالة هل بتعتبرها مؤشر خطير لمحاولة استخدام الدين للدخول إلى المشهد السياسي بهذه الطريقة؟ نعم، أنا يعني الدين يجب أن يدخل في ترتيب الحق والواجب على الحاكم وعلى الشعب. الحاكم له حقوق وعليه واجبات، ومن حقه أن يحترم،
وفرق بين الاحترام والتأليه. احترام الحاكم وتقديره باعتبار أنه يمثل الناس، هذا حق من حقوقه الإسلامية المكفولة. لكن الاحترام لا يجوز أن يصل إلى مرتبة أن أنا أعتبره رسول أو أعتبره إله أو أعتبره معصوم من الخطأ. لا، ده احنا كلنا بشر وكلنا نتعاون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوصول ببلدنا إلى المكانة اللائقة بها وتحقيق حقوق الناس المشروعة، كفالة حقوق الناس المشروعة. والفقهاء قالوا إن من مهمة الحاكم سياسة الدنيا وحماية الدين، أو حماية الدين من الانحرافات ومن إهمال مبادئ الدين. لو فعلت ما كانش حد يشكو من أي شيء، لأن الدين يدعو إلى العدالة الاجتماعية ويدعو إلى المساواة ويدعو إلى الحق ويدعو إلى الأمر بالمعروف وإلى أن الناس يحترموا بعض وإلى السلام وإلى الأمن. كل هذه المبادئ يدعو إليها الإسلام. وبالتالي أنا ضد فكرة تأليه الحاكم، وإنما مع فكرة احترام الحاكم. واحترام الحاكم يقتضي أن أنا أحادثه أو أخاطبه بالطريقة التي تليق به كحاكم، وهذا لا يمنع أن أطالب بحقي. لأن مش معنى أن أنا بأطالب بحقي أن أنا أهين من أطالب بالحق. أنا القاضي من حق من واجبي أن أحترم القضاء الذي أقف أمامه. كل من له سلطة يجب علي أن أحترم هذا المكان الذي يقف فيه، لأننا لا أحترم الشخص وإنما أحترم الصفة أو الخدمة العامة التي يؤديها للناس. وبالتالي ففكرة تأليه الحاكم ليست واردة، وإنما وكمان الدستور الجديد على فكرة الذين يخشون من هذه المسألة، أنا أطمئنهم إلى أنه لن يكون هناك تأليه. اللي خايفين وبيقولوا إن إحنا حنقلل الحاكم وحنشبهه بالرسول وحنشبهه بالمصلح أو يعني أستعمل تعبير السيد عمرو موسى قاله لي في حوار، قال لي أصبح لدينا دستور فوق الرئيس وليس فوق رئيس الرئيس. فوق الرئيس. أنا عايز أطمن الناس إن فكرة التأليه كان من الممكن أن تقال في العهد الماضي، في عهد الماضي القريب، في عهد محمد مرسي، وكان من الممكن أن تقال في عهد حسني مبارك والعهود التي تسبقه. إنما بعد صياغة الدستور 2014 وبعد إقراره من الشعب لن يكون هناك تأليه للحاكم بأي وجه. لن يكون هناك تأليه، لقد أغلق هذا الملف إلى النهاية. نورتنا يا دكتور، وكنت سعيدة جدا أن حضرتك شرفتنا النهاردة. دكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية وأستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، نورتنا وإن شاء الله نلتقي على خير. عايزة بس أشير إلى نقطة هامة كنت نسيت أشير إليها النهاردة في موضوع سانت كاترين. أرجو مسألة المعالجة النفسية لآثار هذا الحادث الأليم اللي تركت في نفوس الشباب اللي شافوا زمايلهم بيموتوا بهذه الطريقة. نحن في حاجة إلى معالجة نفسية لهؤلاء الشباب، نهتم بهذه المسألة. مش لما يكون حادث أو واحد مصاب في حادث نروح نعالجه لما يكون عنده جرح أو كسر، لكن العلاج النفسي أيضا مسألة في غاية الأهمية. محدش يزعل مني أبدا لما أقول إن أنا ما لقيتش دعوة من أساتذة الطب النفسي اللي بيشرفونا في كل القنوات الفضائية ويتحدثوا في القضايا العامة ويحللوا ويقدموا نصايحهم. بالتالي إن احنا في حاجة إلى تقديمهم ل الدعم لنفسي في مصلحتهم النفسية لهؤلاء الشباب للمرور بهذا الموقف. نحن في حاجة إلى أن نتعاون جميعا، الدولة والمجتمع، لمواجهة التحديات اللي بنشوفها. يا رب الأسبوع الجاي إن شاء الله يبقى أسبوع أفضل من هذا الأسبوع، لأنه كان أسبوع قاسي للغاية. أشوفكم على خير الأسبوع القادم إن شاء الله. إلى اللقاء.